من جديد طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا معايا في هذه اللحظات ليبرو النادي الاهلي وطبعا لاعب النادي الاهلي كابتن محمد معوض. طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك طبعا على ادائك النهارده، يعني اداء متميز طبعا طوال الثلاث اشواط في المباراه، وطبعا تتويجكم بلقب بطوله الدوري. الحمد لله، الله يبارك فيكي. في الاول طبعا عايز اسلم على كابتن هيثم وكابتن ممدوح وكابتن احمد زكريا حبايبنا، ووشهم حلو علينا دايما الحمد لله. اي ماتش متذاع في استوديو بنكسبه بسهوله الحمد لله. ماتش صعب، ماتش فاينل. السنه دي كانت صعبه شويه علينا، ان اول مره نلعب الماتش الاخير ولسه الدوري في الملعب. في الاول كنا بنحسمه من بدري، بس الحمد لله بعد هزيمه الجيش قدرنا نتماسك واتمرنا كويس اخر فتره دي، وقدرنا نحسم الماتش الصيف الحمد لله. يمكن يا كابتن الموسم ده كان صعب على كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، كذا مره الدوري يتوقف كمان بسبب فيروس كورونا، يمكن كان في اصابات كمان موجوده في صفوف الفريق وبعض اللعيبه كانوا اصيبوا بفيروس كورونا. يعني طبعا كلمني على الاجواء دي اللي انتوا عشتوا فيها، ولكن برغم الاجواء دي لعيبه النادي الاهلي كانوا رجال وكانوا قد المسؤوليه وقد ثقه جماهير النادي الاهلي وقدموا اداء متميز. وطبعا يعني فاضل اسبوعين على الموسم، موسم يعني جملي متعب جدا. احنا بدانا تمرين بعد الكورونا السنه اللي فاتت شهر 6، كده بقى لنا سنه كامله بنتمرن ونلعب ماتشات. موسم صعب جدا، حصل فيه اصابات، الفرقه كلها جالها كورونا مره واثنين، والماتشات اتاجلت كتير، فده بالنسبه للرياضي مش كويس. انت لازم تبقى عارف ماشي ازاي، حملك ماشي ازاي، ما ينفعش ماتشات تقعد تتاجل. بس يعني دي ظروف الحياه حاليا. الحمد لله احنا عندنا ناس خبره كتير، فقدرنا في وقت الجد نتماسك ونحسم الدوري الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. يمكن زي ما شايفين الفرحه حلوه، يعني طبعا فرحتكم بلقب بطوله الدوري، لان المباراه دي كانت مباراه صعبه ويمكن اهم مباراه ليكم طوال الموسم ده بالذات في بطوله الدوري. طبعا ماتش الزمالك مهما كان المركز اللي هم فيه، مهما كان الماتش على ايه، ماتش مهم جدا بالنسبه للجماهير طبعا وبالنسبه للنادي الاهلي طبعا. ده كمان ماتش فاينل، فالناس كلها كانت مستنياه والناس كانت قلقانه شويه عشان خسرنا ماتشين والماتش الاخير، بس الحمد لله عايزين نقول لهم ما تقلقوش على الماسترز، اي وقت جد احنا موجودين الحمد لله. كابتن محمد معوض طبعا ليبرو النادي الاهلي بشكرك جدا، ومليون مبروك مره ثانيه وعقبال الكاس. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. ميرسي يا كابتن. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع ليبرو النادي الاهلي كابتن محمد معوض، والان العوده مره اخرى للاستوديو.